الست أماني متجوزة بقالها سنة، الزوج اكتشفت أنه هو مدمن مخدرات أو بيتعاطى، والده بيحاول يعالجه بس عشان ما فيش فلوس فبيحاول يعالجه في البيت. طبعا احنا لو انتوا هتدي، انت بتقولي اكمل ولا ما اكملش، لو انت حابة تدي فرصة الى انك تشوفي لا مانع، لكن لا مانع لو ان هناك امكانية للعلاج والشفاء، وده طبعا حسب الوضع اللي هو فيه وكده. والصبر في مثل هذه الاحوال بيكون كويس، لانه خلاص انت تزوجتي منه، فممكن يعني الوالد، والد هذا الزوج، يتقال له انه في مراكز للعلاج تابعه للدوله وبتدعم الامر ده في سريه تامه، لكن هو لازم ياخده ويوديه. وما فيش، وطالما انه ما فيش يعني هناك اولاد فالامر اهون شويه لما بيكون فيه يعني اولاد. فانا دلوقتي هتدي مهله بس ما ترجعيش قبل ما ده يتعالج، عشان ما نخشش في ما هو اصعب من ذلك، ان الوالد او اخوكي يتكلم معاهم ان احنا بس عايزينه يبقى يروح للعلاج بتاعه فيصطحب ابنه للمصحة اللي قلنا لحضراتكم عليها، اللي ما بتكلفوش فلوس ولكن هي بتبقى على يعني الدولة بتتكفل بهذا الامر، نروح ونصبر وياخد باسباب التداوي والشفاء. طيب احنا حاولنا ورجع وحاولنا والعملية محتدمة، لا مانع ساعتها من طلب الانفصال مع التضرع، مع الدعاء والتضرع لله بصلاح الأحوال. ندعو دائما، احنا بنسعى ناخد الأسباب، لكن لابد انه الإنسان المؤمن في رحلته في الدنيا يبقى مدرك جدا انه لن يستطيع شيئا بغير معونة، وفي معونة عامة للناس كلها وفي معونة خاصة لطلابها، يعني على قدر استعداد العبد بيأتيه المدد من الله تعالى، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينه بالمدد وانه يعينه بالشفاء وانه ييسر له اسباب الشفاء، فتدعي له بان ربنا ييسر له اسباب الشفاء وتدعي كده. وما تتعجليش في مساله الطلاق طالما اهله بيحاولوا ان هم ياخدوا بايده، وجودك هيساعد في ده، بس يعدي المرحله الخطره دي في ان هو يعني يتعالج اولا.